وهرجع لك في مبادره البنك المركزي برضو نفهم تفاصيلها اكتر. تمام، لكن دي اضاءه مبدئيه يعني. طبعا بس اسمح لي اتوجه بالسؤال لسياده النائب المهندس فايز ابو خضره، لجنه القوى العامله دورها ايه يا فندم في هذا الملف؟ هو تقريبا زي ما احمد بيه قال كده برضو من اول دور الانعقاد، من اول ما بدانا في المجلس استدعينا برضو الوزراء المختصين بهذا الامر، وزير قطاع الاعمال، رؤساء شركات القبضه جم عندنا في اللجنه، قعدنا معاهم. لجنه القوى العامله او وزاره القوى العامله مش هي معنيه فقط بالقطاع الخاص ولا معنيه ايضا بقطاع الاعمال؟ لا يا فندم، كله قطاع الاعمال العام وقطاع الاعمال. قطاع الاعمال العام وقطاع طبعًا الاعمال طبعا اكيد. تمام، ده اختصاص اصيل يعني. تمام، للجنه. بس انا يعني دايما بنتخيل انه القوى العامله بتركز اكتر على القطاع الخاص، عشان هو بقى هو المسيطر دلوقتي. يعني عندنا النهارده قوه العمل في القطاع الخاص حوالي 75%، قطاع الاعمال العام قطاع العام 25%، ففعلا هو القطاع المهيمن 75 و80%. تمام، يعني تقريبا من 75 الى 80% من قوه العمل في البلد. فطبعا هي الجهه الاعلى يعني اللي ممكن نتكلم عليها. القطاع الخاص متراجع وما بقاش ليه دور زي الاول، ودي حقيقه بنلمسها في اوقات كثيره. انا مع حضرتك، لكن النهارده في بعض القوانين اللي صدرت في الفتره الاخيره في المجلس عن المجلس، زي قانون الاستثمار الجديد، زي قانون العمل الصناعيه. بالظبط، ترخيص الصناعيه، كل القوانين ديت هتصب في عوده القطاع الخاص الى يعني قيامه بالمهام اللي هو المفروض يقوم بها باكثر مما كان متوقع له. طيب، حضرتكم في لجنه القوى العامله منذ دور الانعقاد الثاني الاول. احنا من اول ما بدانا. تمام، برضو كان عندنا موضوع المصانع المتوقفه والمتعثره، ده كان موضوع خطير وموضوع مهم جدا، فكنا لازم نستدعي وزير القوى العامله، وزير قطاع الاعمال، شركات رؤساء شركات القبضه، وبدانا بقولنا نشوف نعمل نوع من انواع التصنيف في اللجنه عندنا. ايه المصانع الكثيفه العمال اللي هي لما تشتغل هتعمل لي رواج بالنسبه للعمال، هتعمل لي ان عندنا طبعا بطاله حضرتك عارفه كانت 12% و13%، النهارده الحمد لله وصل ل 10%. فاحنا كان كل همنا ايه؟ معدل البطاله بينقص. بينقص طبعا يعني. فقلنا ايه الصناعات الكثيفه العماله اللي نقدر لما تشتغل تقلل البطاله الموجوده في البلد؟ فكانش مثلا الغزل والنسك، على اساس ان هي مصانع احنا خدناها كده نوع من انواع التقييم، يعني الغزل والنسك ده من المصانع ذات الكثافه العاليه بالنسبه للعماله، فقلنا نبدا بيها. قعدنا مع رئيس شركه القبضه للغزل والنسك، قال ان في عنده لجنه او في بيت استشاري، بيت خبره استشاري جاي من بره، هيدرس يبدا يدرس كل المصانع المتوقفه واسباب توقفها وتعثرها، وايه الحلول الناجحه اللي لو اتحطت او اتعملت هيبدا هذا القطاع يبدا يعمل من جديد. بصراحه خد فتره طويله، يعني احنا المفروض كان الكلام ده يتم في 4 شهور 5 شهور 6 شهور، طبعا قعدنا فتره طويله لحد ما اللجنه دي انتهت من عملها، واعتقد هي بدات فعلا عدد تقييم عدد كبير من المصانع، وبدات فعلا في بعض المصانع تدور العجله فيهم تشتغل تاني، مصانع الغاز والنسج بالذات، لانها ديت نعتبر زي ما قلت لحضرتك مصانع كثيفه عماله، فبدات فعلا تشتغل وتدور العجله. دول من ال 35 اللي ذكرهم سياده النائب بدراوي. دول قطاع عامل، دول قطاع عامل. بتكلم في قطاع العمل، دول اللي بحكي فيهم دول قطاع الخاص. قطاع خاص. دي بيتكلم قطاع الاعمال. تمام، نسبتهم كام يا فندم؟ تقريبا القطاع ده حوالي 40، كان فيه حوالي 40 مصنع. 40 مصنع كلهم غزل ونسيج ولا قطاعات مختلفة؟ لا يعني مختلفة. تمام، بس الغزل والنسيج هو الأكبر. هو الأكبر. العمالة فيه عمل فيه عمل عاليه والاعداد اعداد كبيره، فقلنا ده اللي نبدا بيه عشان هو ده اللي هيوفر لنا نوع من انواع ايه، يعني قلل نسبه البطاله في البلد. فاللجنه القوى العامله مهتمه في هذا الامر، اشتغلنا على برضه على قطاعات اخرى، يعني مسكنا مثلا قطاعات الدواء، برضه قطاعات الدواء في بعض. معلش، قبل قطاعات الدواء انا دلوقتي بحط نفسي مكان المواطن اللي بيسمع، ممكن ابقى قاعد اقول ايه فين اللي اتعمل ده على ارض الواقع، ما انا لسه عندي بطاله قد كده في قطاع الغزل والنسيج، وعندي كميه مصانع وورش مقفوله لغايه دلوقتي، والناس عندهم مشاكل في المدخلات بتاعت الشغل والرو ماتيريال، ودايما يقول لك احنا ده غالي ومش عارفين نجيبه وما ف يعني ممكن حد يقول لحضرتك يا سياده النائب ما حسيناش بالجهد اللي عملتوه ده على الارض. انا اقول لحضرتك، لما حضرتك تقعدي مع المستثمرين او اصحاب المصانع او اصحاب الشركات، يقول لك ان في حاجات بتعوق هذا العمل، زي الاستيراد الغير منظم، زي المصانع بتاع مصانع بير السلم، مصانع بير السلم ده حضرتك عددها كبير جدا. مش عايزين الحاجات دي كلها، احنا عايزين الشغل الرسمي الشرعي واعرف اخد منه ضرايبي اللي انا محتاجاها، بس هو كمان يشتغل. بالظبط، بس هو بيعزو التعثر بتاعه الى هذه الاسباب، ان في مصانع بير سلم بتشتغل لا لها رخصه، لا لها، لا بتدفع ضرايب، لا بتدفع تامينات، لا بتامن على عمالها، وعشان كده بتطلع منتج رخيص بتبيعه وبتقدر تسوقه. هو عشان عليه كل المستلزمات ديت، فبيبدا يطلع بمنتج اعلى شويه في السعر
فبيعرفش يسوق، بيسوق المنتج بتاعه. ده انا بقول لحضرتك دي حاجه من ضمن الحاجات اللي اصحاب الاعمال بيسوقوها عشان يقول لك ان انا ليه تعثرت، ليه توقفت، ليه المصنع بتاعي ما بينافسش في السوق. اخبر حضرتك دي حاجات منتجات او حاجات لازم ناخدها في الحسبان واحنا بنقول ايه اسباب الفشل واسباب النجاح في هذا الامر. النهارده المواطن ما بيحسش ليه، او انا كمواطن ما بحسش ليه بالنتائج اللي موجوده في السوق ديت، عشان هذه الاسباب كلها، ان في عندي مصانع متوقفه لعدم جدوى، يعني ما فيش، لو هو شغالها حتى لو المستثمر حاول يشغلها هيعمل ايه؟ ما فيش فيها اي جديد، فلان فيه اسواق اخرى اسعارها رخيصه واسعارها متدنيه بتقدر تدي السوق اللي المواطن عايزه. استيراد بيجي من بره سلع غير مطابقه للمواصفات وسلع رخيصه السعر بيقدر يضخها في السوق. كنا لسه امبارح بنتكلم على موضوع السلع الغير مطابقه للمواصفات القياسيه في مجال السيارات، بنتكلم على قطع الغيار وخلافه بالظبط وخلافه، ومش قادرين حتى فالحاجات دي حضرتك يبقى عندنا بتدي نوع من انواع الاحباط للمستثمر، بتدي نوع من انواع الاحباط لاصحاب الصناعات ان انا مش قادر انافس في السوق، مش قادر اشتغل في السوق. صحيح. لان الحاجات دي كلها بتاثر عليا، مش قادر اصدر. واحنا بصراحه احنا بنقول النهارده البلد النهارده مش هتقف على رجليها الا بالتصدير. صحيح. بس صحيح.